بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فعنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو: أيتها الشيعة، لكم دينكم ولنا دين. نريد من ذلك عباد الله التحذير من التقريب والتهوين من خطر الشيعة، وذلك بإظهار الفوارق بين ديننا وبين دين الشيعة في الأصول والفروع. إن دين الشيعة عباد الله دين آخر غير دين الإسلام. جاء وفد من الروافد، أي من الشيعة، إلى العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى للتنظير والتقرير، فلما حضروا قال لهم: لو كنا نتفق على أصول واحدة لناظرتكم، فأصولنا ليست كأصولكم. وبمعنى أوضح، لكم دين ولنا دين. فالشيعة عباد الله دين غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ملة غير الملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وإننا نريد من خلال هذا الحديث أن نتعرض لبعض الفوارق التي يظهر من خلالها أن دين الشيعة ليس هو الدين الذي نتعبد لله به، وأن الدين الذي نتعبد لله به ليس هو الدين الذي عليه الشيعة. وهذا في الأصول والفروع، بخلاف دعاة التهوين والتقريب الذين يحلو لبعضهم أن يقول الخلاف بيننا وبينهم في بعض الفروع. فنقول لهذا: إن الخلاف بيننا وبين الشيعة كالخلاف بين ملة الإسلام وغيرها، فإنهم يخالفوننا في الأصول وكذلك الفروع. وسنسير بالحديث في جوانب تبين لك ذلك بإذن الله تعالى. فإن الشيعة لهم أصول كما ذكرنا ليست كأصولنا، وكذلك الفروع يخالفوننا فيها بما لا يعد ولا يحصى،
حتى يكاد يكون تعبد الشيعة ليس كتعبدنا، وإن حاولوا التظاهر بذلك. ولذا عباد الله، فإن هذه القضايا الكثيرة التي لا نستطيع أن نحصيها في خطب منبرية وعظية، وإن هذه الأمور في الحقيقة تحتاج إلى مدارسة وبحث، إذ يحتاج المتكلم فيها، أي الذي يريد أن يبين للناس هذه الفوارق، أن ينقل من كتبهم وأن ينقل من كلام أئمتهم وعلمائهم ما يدل على هذا الفارق العظيم، وهو أنهم دين غير دين الإسلام. ولكن نسأل الله تعالى التيسير، فإن الأمر عسير أن يتناول من خلال المنابر، لكننا ألجأتنا الحاجة إلى ذلك. إن كثيرا من المسلمين، والحمد لله إن لم يكونوا جميعا، لا سيما في هذه البلاد، يكرهون الشيعة كما يكرهون اليهود والنصارى، ولربما كان أكثر، وهذا من فضل الله والحمد لله على أهل هذه البلاد. لكن نظرا لما هم به القوم من أصحاب القرار في البلاد من إدخال الشيعة إلى بلادنا عن طريق الجهة الثقافية، فإن الخطر قائم شديد، لا سيما مع ظروف البلاد عندنا. فإننا لا نمانع عباد الله ابتداء أن يكون بيننا وبين أكفر أهل الأرض نوع من العلاقات تقوم على المصالح، لا مانع من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الكفار بأنواعهم، وهادن بعضهم وصالح بعضهم وأبرم اتفاقات مع بعضهم وغير ذلك. لكن الخطر الشديد الذي أتانا به القوم أن الشيعة يدخلون إلى بلادنا لا من أجل مصلحتنا ولا حتى مصلحتهم الدنيا، إنما يجيئون إلى بلادنا لمصلحة الدين الذي هم عليه، لمصلحة الملة المغايرة لملة الإسلام. ولذا فإن هذا الذي يتم إنما هو تغيير وتأثير على دين المسلمين بدين الشيعة، لأن المدخل عباد الله مدخل ثقافي وهو مدخل اجتماعي، أي يجعل المخالطة ويجعل التواصل بين الأفراد، وهذا يزداد به الخطر، لا سيما مع الظروف التي تمر بها البلاد من الفقر والشدة، وما عليه كثير من شباب المسلمين من حالة الإلحاد التي وصلوا إليها. ولذا فإننا عباد الله اضطررنا إلى أن نتناول ذلك على المنابر، أي نحدثكم عن الفروق التي بيننا وبين هذه الملة، ملة الشيعة، من خلال المنابر الوعظية. وهذا يتعسر على الخطيب أن يتناوله، وذلك لأجل ما يحتاجه من نقول لينقلها على السامعين تشهد على أنهم دين غير ديننا. فنسأل الله التيسير. والقضايا عباد الله كثيرة التي نريد أن نتناولها تبين هذه الفروق، ولعلنا يكون لنا أحاديث أخرى متسلسلة حول ذلك. واليوم بإذن الله تعالى نتناول أربع جوانب، نتناول أربعة جوانب من هذه الفروق التي تظهر لك الخلاف الشديد بين ملة الإسلام وملة الشيعة. أول هذه التقية، الشيعة والتقية. وثاني هذه الأمور، الشيعة وأركان الإسلام وأركان الإيمان. ثالث هذه الأمور، الشيعة والقرآن. رابعها الشيعة والسنة. هذا ما نتناوله بإذن الله تعالى في حديثنا هذه المرة، ولنا جوانب كثيرة أخرى
نريد أن نتناولها كالشيعة والتوحيد والشيعة والمعاملات والشيعة والعبادات والشيعة والنكاح والشيعة والوحدة الإسلامية وغير ذلك. ولعلنا بإذن الله تعالى وتيسيره نجعل ذلك في أحاديث أخرى. أما القضية الأولى التي تبين لك الفارق بيننا وبين الشيعة فهي قضية التقية، وإننا قدمنا الكلام عن ذلك كتمهيد لكل ما سيأتي. إذ التقية هذه يستعملها الشيعة لأجل المراوغة والكذب على أهل السنة خصوصا. والتقية عباد الله المقصود بها عند الشيعة إظهار قولا أو فعلا يخالف ما هو عليه في الباطن، أي يظهر بقول أو بفعل يخالف ما عليه الباطن عندهم، وهذا عندهم دين، بل هو من أعظم الدين عندهم الكذب. أي نعم، حتى يروون عن أئمتهم، وأريد أن أنبه إلى هذه اللفظة وأرجو أن تراعوا ذلك معي أثناء الحديث، فكل ما يرونه عن الأئمة، فيقولون عن أبي عبد الله الصادق، عن أبي جعفر ونحو ذلك، والأئمة منهم براء، فهذا كذب وافتراء على الأئمة كما سنبين إن شاء الله عندما نتعرض للشيعة والسنة. فيرون عن الأئمة كذبا وزورا. عن عبد الله قال: لا دين لمن لا تقية له، لا دين لمن لا تقية له. هذا أصل عند الشيعة، أي الذي لا يستعمل التقية عندهم هذا ليس عنده دين. ويرون عنه كذلك التقية 9 أعشار ديننا، دينهم هم التقية 9 أعشار ديننا. وكما ذكرنا عباد الله فالتقية هي التظاهر بالقول أو الفعل على خلاف ما يبطن. والشيعة تجعل هذا أصلا في دينها لأجل المراوغة، وإننا قدمنا ذلك في الحديث لأنه ربما إذا تعرضنا لبعض هذه القضايا قال قائل: لا والله أنا سمعت فلان الفلاني من الشيعة يقول لا نقول بذلك، لا نعتقد ذلك، لا نفعل ذلك. أقول لك نعم، إنهم ربما كلهم يعملون ذلك ويقولون ذلك، لأن هذا دين عندهم، التقية، الكذب، المراوغة لأجل أن يصل إلى ما يريد. وهذا عنده دين يتأول قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. فيجعلون هذه الآية حجة لهم على الكذب، ونعوذ بالله من ذلك. ولذا لا تعجب إذا سئل المسؤول الشيعي في وسائل الإعلام أو المرجع الشيعي في اجتماع بأهل السنة فيقول: لا نحن نسب أم المؤمنين، هذا لا ليس عندنا. هل عندنا قرآن آخر؟ لا ليس عندنا. هل كذا كذا؟ لا نقول بذلك، لا نعتقد ذلك. ولربما أظهر لك ما يوافقك فيتردى عن الصحابة ونحو ذلك، ويقول بما تقول أنت. فهذا دين عندهم، هذا حديث مقدس عن الأئمة عندهم: لا دين لمن لا تقية له. والتقية عباد الله ورد ذكرها في هذه الآية، لكنها مقيدة بالتعامل مع الكفار وفي ظروف ضيقة وحالات محددة. هذه التقية التي يجوز استعمالها في الدين، أي إذا تعرض المسلم في معاملة مع الكفار إلى أمر اضطراري يكره عليه ويكون فيه الاضطرار يصل إلى المفسدة العظيمة جدا، فيجوز له الكذب على الكفار. ولك أن تتأمل صدر الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين
أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ولأننا عند الشيعة كفارا فلا حرج ولا بأس عندهم، فإن مجمل حكم أهل السنة عندهم الكفر، وإن تظاهر من تظاهر منهم بالتقية ويقول لا الوحدة الإسلامية ونحو ذلك. ومثال على التقية المشروعة عباد الله في دين الله ما حدث للصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه يوم كان الإسلام في أوله، وكان من أول من أسلم عمار بن ياسر وأبوه وأمه، فأخذهم الكفار وعذبوهم حتى قتلوا أباه وأمه وهموا بقتله، ووصلوا بالعذاب معه إلى الحد المفضي إلى القتل. فلما اشتد عليه العذاب وهم في كل مرة يقولون له اكفر بمحمد وإلا قتلناك، فلما اشتد به العذاب وأوشك على الموت نطق الكفر، أي قال كفرت بما جاء به محمد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهار فقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. وفيه أنزل الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن الشيعة تجعل التقية في المسلمين وفي الكفرة، بل ربما لا يستعملونها مع الكفرة إنما يستعملونها مع أهل السنة، فيكذبون ويعتبرون ذلك دينا. ومعلوم عباد الله أن التقية على إطلاقها هكذا دين المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال الله عز وجل فيهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، احنا اخوات، احنا بنتردى على الصحابة زيكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذا دين الشيعة عباد الله الذي ليس له في ديننا أصل، هذا جانب اعتقادي عظيم في ملة الشيعة، الكذب والعياذ بالله. ولذا إن كل القضايا التي سنتعرض لها لا تعجب إذا جاءك من جاءك من الشيعة وقال لك لا 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 نقول بذلك، لا نعتقد ذلك. فالتقية عنده دين يسعه من خلاله أن يكذب ما يشاء. وأما القضية الثانية عباد الله التي تبين الفوارق العظيمة بيننا وبين هؤلاء وأن دينهم غير ديننا، أركان الإسلام والإيمان. فالشيعة عباد الله لهم أركان الإسلام غير الأركان التي نتعبد لله نحن بها. فمعلوم في دين الإسلام أن أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ست. أما أركان الإسلام فكما هو معلوم عند الصغير والكبير من أهل الإسلام. وأركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الشيعة وقد فاتني أن أنبه في أول الحديث إلى أننا نتناول القضية من خلال طائفة واحدة من طوائف الشيعة الكثيرة في الضلال، وهي الطائفة الأكثر انتشارا في العالم، وهي التي لها مطامع سياسية ودينية في أرض العرب وعلى الخصوص مصر وأرض الحجاز. فإنني أتناول الحديث من خلال دين هذه الملة، هذه الفرقة، وهناك فرق أشد غلوا من هذه الفرقة، كالذين يقولون أن عليا هو الله، الذين على ملتهم
بشار الأسد وأبوه والعياذ بالله. فأما الشيعة وأركان الإسلام والإيمان فللشيعة ستة أركان للإسلام، والإيمان يضاف كذلك إليه هذا الركن في الإسلام، فلا يثبت إيمان بغيره أيضا، وكأن الإيمان عندهم سبعة أركان والإسلام ستة أركان. ويروون في ذلك أيضا كذبا وزورا عن الأئمة الصادق أبي جعفر أبي عبد الله وغير ذلك. بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، فيخرجون الشهادتين حتى يتيسر اللفظ على المسلمين. بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. وإن أكثر ما نودي به الولاية، وإن الناس قد تركوها وفعلوا الأربعة. هذا مجمل لفظ هذا الحديث كما يزعمون عن أحد الأئمة، أن أركان الإسلام عندهم على هذا التقدير ستة أركان أو خمسة، وقد أخرجوا الشهادتين. فزادوا هذا الركن وهو الولاية، والمقصود بالولاية عباد الله ولاية الإمام، أي تولي أئمة آل البيت كما يزعمون. وأول أئمة آل البيت هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذين يبنون ضلالهم على ما زعموه من ظلم الصحابة لعلي، وأن أبا بكر وعمر والصحابة مالأوا على علي وحرموه الخلافة. ولذا فأول إمام عندهم هو علي بن أبي طالب، ثم تتسلسل الإمامة في أبنائه الحسن والحسين، ثم تتسلسل إلى آخر هؤلاء الإمام الثاني عشر المزعوم المعدوم الذي يدعونه ويزعمون محمد ابن الحسن العسكري. والأئمة عباد الله عندهم لهم من المكانة ما للنبوة، فالنبي فالولي كالإمام كالنبي كالرسول، يستوي النبي مع الإمام أو الإمام مع النبي في الدرجة والعلم والخلق والعصمة. فالأئمة عندهم معصومون، والأئمة عندنا نحبهم ونجلهم، وهم ليسوا اثني عشر كما سيأتي، إنما هم أحد عشر. نجلهم ونحبهم بداية من علي رضي الله عنه إلى آخر أولاده الحسن العسكري، كلهم نحبهم ونواليهم، فهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا لا نرفعهم على هذا الغلو الذي وصلوا إليه، فإنهم يعتقدون في هؤلاء الأئمة أنهم معصومون كما ذكرنا كعصمة الأنبياء، وهذا باطل، فلا عصمة إلا للأنبياء. ويعتقدون كذلك أنهم لهم من المرتبة والمكانة في الدين والشرع كمكانة النبوة والرسالة، ويستدلون بأدلة مزعومة كثيرة، ويحرفون شيئا مما هو ثابت في كتاب الله، فيحرفون قول الله عز وجل في آية المباهلة: وأنفسنا وأنفسكم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فيقولون أنفسنا وأنفسكم النبي وعلي، وهذا يفيد التسوية، إذن علي كالنبي. بل الغلاة منهم يقولون أن جبريل قد أخطأ لما نزل بالوحي، وكان المفروض أن ينزل على علي فأخطأ فنزل على محمد، ونعوذ بالله من هذا الضلال. أما هذه الفرقة أو أكثرها فهم الذين يقرون بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون علي وأبناء علي لهم من الدرجة ما للنبي.
ثم مع مرور الزمان أخذوا يغالون حتى ادعوا لهم أنهم لا يجري عليهم الخطأ ولا النسيان ولا السهو، يقظة ومناما. يعني الإمام ما بيخطئش حتى ولو في النوم، لا يقظة ولا منام. ثم كذلك أخذوا يغالون أكثر وأكثر حتى قالوا الأئمة يعلمون ما يعلمون من الغيب الذي يطلعهم الله عليه دون غيرهم، ثم غلوا وقالوا يعلمون الغيب وأطلقوا. بل وصل الأمر بهم أن غلوا في الأئمة وقالوا الأئمة لهم تصرف في الكون مع الله تعالى. وللخميني وغيره ألفاظ كثيرة تفيد أن الأئمة يتحكمون في كل ذرة من ذرات الكون، ونعوذ بالله من هذا الضلال. أهذا هو الدين الذي نتعبد لله به عباد الله؟ إنهم دين غير ديننا. ثم انظر إلى تسلسلهم، فإنهم يزعمون أن الأئمة 12، والأئمة كما يثبت التاريخ وكتب النسب أي آل البيت الذين هم من نسل علي، ولنا أيضا وقفة مع آل البيت من هم في مرة أخرى إن شاء الله، هم 11 وليسوا 12. أما هذا الإمام المزعوم عندهم الأخير الذي يدعونه محمد ابن الحسن العسكري، وهذا الذي يبنون عليه عقيدة كبيرة جدا يعيشون عليها في هذا الزمان، هذا الإمام المزعوم المعدوم يزعمون أنه سيخرج وأنه سيعيد إليهم أمجادهم ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأها أهل السنة ظلما وجورا. وهذا الإمام ابتداء كما ذكرنا تثبت كتب الأنساب والتاريخ لآل البيت أنه ليس هناك شخص أصلا اسمه محمد بن الحسن، وأما الحسن العسكري فإنه لم يعقب، يعني لم يخلف بعده ولدا، ويزعمون أن هذا الإمام الأخير أشبه بالحكايات الخرافية، بل هي خرافة حقيقية. يقولون أن هذا الإمام الأخير وهو الذي كما يزعمون ولد في أوائل القرن الثالث، فأبوه مات سنة 260، الحسن العسكري هذا آخر أبناء علي، مات سنة 260، فيزعمون أن هذا الإمام اختفى في صغره 8 سنوات 10 سنوات ونحو ذلك، وأنه اختفى وسيخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا، وأنه اختفى فيما يسمى عندهم بسرداب سامراء، الذين يجعلون عنده الآن الطقوس الخرافية. فعند سرداب سامراء الآن الحراسات الكبيرة جدا والتشريفات والفرش والتنافس والذين يحملون السلاح ويظلون طوال يومهم وليلهم يتناوبون، وجل ما يعملون يستغيثون به وينادونه يا قائم يا غائب يا إمام عجل الله بخروجك، اخرج وافعل وافعل وافعل. ولذا لا تعجب، فإنه كما في كتبنا أهل السنة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر أهل العلم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بجوارها، ففي كتبهم إذا ذكر الإمام الغائب القائم المنتظر المعدوم حقيقة يقولون بجوارها عج. وعج هذه عباد الله يعني عجل الله بخروجه، وينتظرونه بشغف ويعتبرونه عبادة من أجل العبادات أن تنتظر هذا الإمام المعدوم، ويزعمون كما ذكرنا أنه سيخرج يملأ الأرض عدلا. وتعالوا معنا لتسمعوا العدل الذي
سيملأ الأرض به هذا الإمام المعدوم كما زعموا. فإن من ذلك عباد الله، ولا نحصي، وإلا ذكروا خرافات كثيرة جدا. فأول العدل الذي يفعله الإمام القائم الغائب المنتظر عندهم المعدوم عندنا، يقولون أول شيء سيتوجه إلى المدينة ويخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويصلبهما ويحرقهما. هذه عليها أخبار أنا، لأنها ليست كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أحفظها، لكن أنا أقولها بمعانيها، ولو شئتم لأقرأها عليكم. فيقولون مثلا في هذه المسألة، يقولون فيخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويصلبهما ويحرقهما. جاء ذلك في الأنوار النعمانية وغيره من مراجعهم. ومن العدل الذي يقيمه الإمام الغائب المنتظر عندهم أن يخرج عائشة من قبرها وأن يقيم عليها الحد وينتقم منها وينتقم من ظلم آل محمد وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء ظلموا فاطمة فينتقم منهم. ومن العدل كذلك الذي يزعمونه الذي سيقيمه الغائب المنتظر عندهم أن يقتل العرب، أن يقتل العرب. نعم، فهذا خبر يقولون عن أبي جعفر الصادق، وهذا كذب طبعا. أما لو قام قائمنا وردت إليه الحميراء، الحميراء يعني أم المؤمنين عائشة، حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة، هذا بشأن عائشة رضي الله عنها. أما بشأن العرب يقول عن أبي عبد الله، يرون كذلك كذبا، قال ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، وذلك بعدما ذكر في هذا الخبر الطويل أمر القائم المنتظر، لم يبق بيننا وبين العرب إلا الذبح. فالغائب المنتظر سيخرج ليقتل العرب وينتقم ممن حرموا عليا الخلافة وحرموا أولاده الخلافة، فيقتلهم جميعا وينتقم منهم. طيب ما ذنب أولاد العرب، أولاد الصحابة يعني، والعرب عندهم يعني أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة، فما ذنب أبناء هؤلاء؟ والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. ومع ذلك فهؤلاء والعياذ بالله في خرافاتهم يزعمون أن هذا القائم هو الذي سيقيم لهم مجدهم وسيقيم لهم عزهم، وشابهم اليهود والنصارى في حالهم. فإن اليهود ينتظرون المسيح الدجال ليعيد إليهم مجدهم، وإن النصارى ليعيد إليهم ملكهم، وإن النصارى ينتظرون الدجال ليعيد إليهم مجدهم، وإن الشيعة ينتظرون القائم المنتظر لينتقم لهم من أهل السنة ويعيد لهم ما كانوا عليه من المجد الإمبراطورية الفارسية، ونعوذ بالله من ذلك. ولكن الطامة الأكبر في هذه القضية هي حكم من لم يؤمن بولاية الأئمة والأئمة جميعا. فإنه لو آمن بكل الأئمة وبولايتهم وترك واحدا كفر بالله عز وجل، هذا هو، هذه عقيدتهم. نحن نؤمن بأن آل البيت الأحد عشر من أفاضل الناس رحم الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين، ونؤمن أنه ليس هناك هذا الإمام الثاني عشر، ولا نؤمن بمسألة الولاية. إذن نحن عندهم كفار من وجهين، أننا لا نؤمن بولاية هؤلاء لأن الولاية كانت في أبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم معاوية ثم أبناء معاوية وهكذا.
هذه الخلافة كانت مستمرة في هؤلاء. ولذا فإن الذي لا يؤمن بالأئمة عندهم وأنهم أحق بالإمارة والخلافة فضلا عن الإمام الغائب المعدوم فإنه كافر، يروون عن الصادق وكذبا وزورا طبعا. يقول كحديث عن الصادق أحد أئمة آل البيت: إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة عن الصلوات والزكاة والصيام والحج وعن ولايتنا أهل البيت، فإن لم يقر بولايتنا لم يقبل الله منه شيئا من أعماله. يعني صلوا ما تصلوش يا أهل السنة، انتوا رايحين في داهية رايحين في داهية، عندهم هتصلوا هتزكوا هتحجوا، إن لم تؤمنوا بولاية الأئمة عندهم فأنتم كفرة، هذا اعتقادهم والعياذ بالله، وغير ذلك من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك ونحن ننهي هذه العبارة نقول: هذا الإمام الغائب المنتظر وكذا وكذا، الذي مر عليه ما يقرب من 12 قرن، حوالي 1200 سنة وهو في السرداب على ما يزعمون، فلماذا ينتظر؟ ولا سيما وأن المسلمين تعرضوا لنوبات هزائم، والشيعة خصوصا تعرضوا للنكال والعذاب على مر التاريخ، فلماذا لم يخرج هذا الإمام؟ وما الحكمة في أنه يمكث في هذا السرداب؟ ومن أين يأكل ومن أين يشرب وكيف يعيش ونحو ذلك؟ فهنا ربما يقول لك قائل: أليس هو يدخل في معنى ما يكون في حق المسيح الدجال أو يأجوج ومأجوج؟ فهؤلاء يعيشون في بقعة من الأرض الآن وسيخرجون في آخر الزمان. نقول لك: لا، ليس هذا أبدا يستدل به، لأن أمر المسيح الدجال وأمر يأجوج ومأجوج إنما الذي أخبرنا به هو الوحي، إنه أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بوحي من الله ما يسمى يأجوج ومأجوج، يعيشون في الأرض الآن وسيخرجون في وقت من الأوقات، وحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامات لخروجهم، وكذا المسيح الدجال ونحو ذلك. أما هؤلاء من أين أتوا أصلا بهذه الأخبار؟ فضلا عما ذكرنا من أن هذا الإمام هو خرافة في حقيقة الأمر ومعدوم وليس له وجود، ولذا مما يزعمونه كما سيأتي عند الكلام عن القرآن أن هذا الإمام في سردابه سيخرج على المسلمين بالقرآن الذي نزل من عند الله وليس القرآن الذي مع المسلمين الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الضلالات. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما القضية الثانية عباد الله من الفوارق التي تبين لك أن دين الشيعة غير الدين الإسلامي الذي نحن عليه، قضية القرآن. فالشيعة مع القرآن كذلك يخالفون أهل السنة، فأهل السنة عباد الله وأهل الإسلام في الحقيقة يعتقدون في القرآن أنه كلام الله وأنه منه نزل وإليه يعود، وأنه مبدوء بالفاتحة ومنتهم بسورة الناس كما جمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأن هذا القرآن له عدد في الآيات وعدد في السور موقوف عند أهل الإسلام،
وأن هذا القرآن محفوظ في الصدور وفي السطور، أي أنه باق في الأمة الإسلامية لا يتعرض للتحريف أبدا، فإنه محفوظ في سطور الكتب والمصاحف، ومحفوظ في صدور علماء أهل الإسلام، بل وصغار أطفال أهل الإسلام. والله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذا الكتاب محفوظ من التحريف ومن الزيغ ومن الزيادة والنقصان، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، وغير ذلك مما جاء في إثبات حفظ القرآن وصيانته عن التحريف والتبديل والتغيير والنقص والزيادة. أما الشيعة عباد الله فإنهم يعتقدون أن القرآن جرى عليه التحريف وجرى عليه التغيير والنقص والزيادة، وهذا عند جل طوائفهم، بل هناك طائفة تعتقد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي أنزله الله، وإن كانت هذه الطائفة قليلة، لكن من قال بذلك فإنهم يعظمونه ويوقرونه، وهو إمام ومن معه ممن قالوا بذلك على مر الزمان، ومدفون في أعظم البقاع عندهم، وجعلوا له مشهدا كبيرا، هو من قال بقوله منهم أن هذا القرآن الذي يتعبد به أهل الإسلام ليس هو القرآن الذي أنزله الله، حتى صنف بعضهم الكتب في ذلك، ومنها ما صنفه هذا المنحرف الضال الكافر الذي يدعى النوري الطبرسي في القرن الثالث، فألف كتابه الشهير فصل الخطاب في إثبات التحريف على كتاب رب الأرباب، الذي طال كلامه فيه وصال وجال ليثبت أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ليس هو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قد بدله أبو بكر وعمر والصحابة، بدلوا القرآن. ويذكر في ذلك الروايات المكذوبة عن الأئمة زعما، ومنها تلك الرواية المشهورة التي فيها أن عليا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأنهم يجمعون القرآن جاءهم بالقرآن الذي عنده وقال: هذا كتاب الله يفصل بيننا وبينكم، فوجدوا فيه مصيرهم وعقابهم عند الله. انظر ان الصحابة وجدوا ان القرآن مكتوب فيه فلان في النار وعلان لم في النار، وكلهم فسقوا وارتدوا، فأخفوا هذا القرآن وهددوا عليا وقالوا له: لا تخرج هذا القرآن. وقام فرعون هذه الأمة، يقصدون عمر، فخاف علي أن يبطشوا به فأخفى القرآن هذا الذي سيخرج به الإمام القائم المنتظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا وقفة سريعة، إذا كان علي قد خاف الصحابة وحاشاه وهو البطل المغوار، إذا كان قد خاف الصحابة فلماذا كتم هذا المصحف لما صار هو أميرا للمؤمنين؟ لماذا لم يخرج هذا المصحف؟ ولماذا لم يأمر الناس بالتزامه وهو أمير المؤمنين يومئذ 5 سنوات؟ ولماذا لم يخرجه الأئمة أبناؤه في يوم من الأيام؟ لكن الخرافات هي دين هؤلاء القوم، بل وبعضهم يزعم أن فاطمة أيضا عندها مصحف، فيروون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد،
جاء هذا في كتاب بحار الأنوار وكتاب الكافي، أكبر الكتب عند الشيعة، هذا كتفسير ابن كثير وكالبخاري ونحو ذلك، إنه عندهم مصحف، أو فاطمة عندها مصحف ليس هو المصحف الذي معكم، ويشيرون كذلك إلى أنه هو الذي سيأتي به الإمام القائم المنتظر المعدوم. ثم كذلك انظر إلى ما هم عليه كذلك من التحريف، فإنهم والعياذ بالله لما وجدوا أن هذا الأمر يكشف كفرهم بين عوام المسلمين وعامتهم، وأنهم إذا صرحوا بذلك وقالوا ليس هذا هو القرآن، وإنما القرآن هو الذي نزل على علي أو أخذه علي من النبي صلى الله عليه وسلم، قرروا كذلك كنظام النصارى أن يغيروا في النظام، فقرروا أن يتعبدوا بهذا القرآن الذي مع المسلمين إلى أن يخرج القائم بالقرآن المزعوم. واسمع في ذلك، قال الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، وهذا أيضا من كبار المراجع الشيعية، قال قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أي الأئمة أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان. ولذا فإنك لا تعجب إذا قرأت كتب تفسيرهم للقرآن، بل هناك كذلك بعض الكتب يذكر فيها مواضع على أنها من القرآن، هي ليست من كلام الله، بل ويزعمون أن هناك سورة كان قد خرجت ثم قام إليها الصحابة وكتموها ويسمونها سورة الولاية أو الولاية، هذه السورة اخترعوا فيها قرآنا كما اخترع مسيلمة الكذاب، وهذه السورة مشهورة، أقرأ عليكم فيما زعموا آيتين مما زعموا كفرا والعياذ بالله. هذه السورة سورة الولاية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذي بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم، نبي وولي بعضهم من بعض وأنا العليم الخبير، إلى آخر السورة التي تحمل السب والطعن للصحابة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم انظر إلى التحريف كذلك كما ذكرنا إلى آيات الكتاب الذي بين أيدينا، فإنهم يحرفون كذلك في هذا الكتاب في كثير من كتبهم، فعلى سبيل المثال يزعمون ويروون كذبا أن أبا عبد الله الصادق، أن أبا عبد الله لما سأله رجل يقال له جابر قال لما سمي أمير المؤمنين، أي لما سمي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، قال هكذا سماه الله في كتابه، قال وأين ذلك؟ فقرأ، اسمعوا يا أهل الإسلام الملة التي يستهين بها القوم، فقرأ الآية من سورة الأعراف وحرفها، وأما الآية فيها قول الله عز وجل، قرأها صحيحة أولا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فهذه الآية يحرفونها ويقرؤونها على النحو الذي ستسمعون، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمدا رسولي وأن عليا أمير المؤمنين؟ قالوا بلى، يعني أخذ علينا في الميثاق ونحن في ظهر آدم، أخذ علينا أن علي يبقى أمير المؤمنين. وأضافوا إليها الكذب والزور والتدليس وأن محمدا رسولي، وهذا كذب، إن هذا الميثاق أخذ عند الله على التوحيد، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وهم في ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذه الذي يسميها الشرع الفطرة، أي أن الناس مفطورون على التوحيد. فانظر إلى الضلال
أن الفطرة على ولاية علي، وعلى ذلك فمن لا يقر بذلك، أي يقول أبو بكر هو الأمير، فهو كافر عند القوم. ولكن التقي انتبه واحذر. ومن تحريفهم أيضا لآيات القرآن للطعن على الصحابة رضي الله عنهم، فيروون عن أبي جعفر عليه السلام فيما يزعمون قال: نزل جبريل بهذه الآية على محمد هكذا، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. يا أهل القرآن، الآية الصحيحة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هذه الآية تتكلم عن اليهود، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله على محمد، فحقدهم على محمد صلى الله عليه وسلم وحسدهم جعلهم يكفرون. هذا معنى الآية في الجملة. انظر، وضعوا لفظا واحدا يحول الآية تماما. قال: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني أنتم حسدتم علي على ذلك. حولوا الآية من رسول الله واليهود إلى علي والصحابة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وانظر إلى المثال الآخر في قول الله عز وجل في كتب تفسيرهم، وبالتحديد تفسير القمي، هذا أكبر كتاب تفسير عند الشيعة، وهذا أعظم أئمة التفسير عند الشيعة، القمي. في قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الآية عباد الله بلا خلاف بين أهل الإسلام بل أطفال المسلمين أن تتحدث عن فرعون وبني إسرائيل، وكيف أن الله عز وجل نصرهم على الفرعون ومكن له. انظر إلى التحريف. قال القم هذا وغيره من أئمتهم في تفسير هذه الآية، قال: نري الذين غصبوا آل محمد حقهم القتل والعذاب. نري الذين غصبوا آل محمد حقهم القتل والعذاب. يعني من فرعون ومن هامان ومن الجنود؟ أما فرعون فكما جاء عندهم أيضا في أخبار صريحة، فإن فرعون وهامان يقصدون أبا بكر وعمر، والجنود يقصدون الصحابة عموما. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وغير ذلك من التحريف الذي ما أنزل الله به من سلطان، ويزعمون أن الله عز وجل أنزل: ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك. ونعوذ بالله من ذلك. إن عليا في هذه الأيام كان صبيا صغيرا، لم يكن صهر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، فإن الآية مكية أو السورة مكية، وعلي لم يكن صهر النبي صلى الله عليه وسلم أيامها. وغير ذلك من الانحراف الذي يصل إلى حد الكفر الذي ما وصل إليه أشد الكفار في الطعن على الإسلام والمسلمين، مما في كتب الغلاة منهم من وصف البقرة التي يذبحها بنو إسرائيل بعائشة وغير ذلك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. والمقام عباد الله لا يتسع، وإلا فهناك قضية أشرنا أننا سنتعرض لها لا يسع الوقت للكلام عنها، ولعلنا نرجئها إلى المرة القادمة، وهي قضية الشيعة والسنة، ونضيف إليها بعض القضايا الأخرى كذلك في مرات قادمة بإذن الله تعالى. ولذا عباد الله نختم الحديث ونقول: إن الشيعة دين غير دين الإسلام، إن الشيعة ملة غير ملتنا، إن الشيعة أخطر علينا من اليهود والنصارى وكل ملل الكفر الأخرى. وذلك باختصار أن ملل الكفر الأخرى معلوم كفرها، فالمسلم يتحرز منها صراحة. أما هؤلاء فإنهم يظهر خطرهم في أنهم يلبسون على المسلمين، بداية من انتسابهم إلى الإسلام، ومرورا بالأكاذيب التي يكذبونها على الله ورسوله وعلى آل البيت، ويزعمون أنهم يحبون آل البيت وأنهم هم الذين يدافعون عنهم،
وهذا مما يلبس الأمور على كثير من المسلمين، وآل البيت منهم براء، والله ورسوله منهم براء، فإن القوم قد خالفوا الأصول وقد خالفوا الفروع كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في أحاديث أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من المضلات والضلالات. اللهم عافنا من المضلات والضلالات. اللهم عافنا من المضلات والضلالات. اللهم لا تجعل لهم في بلادنا قرارا. اللهم لا تجعل لهم في بلادنا قرارا، ولا تجعل لهم في بلادنا نهارا. اللهم اهدي ولاة الأمر أو أصحاب القرار إلى أن يرجعوا عما يقولون. اللهم اهدي أصحاب القرار أن يرجعوا عما يقولون. اللهم اهدي أصحاب القرار أن يرجعوا عما يقولون. وإلا عباد الله، فإن مما أزعجنا كثيرا أن أصحاب القرار في البلاد لا يزالون مصرين على ذلك، وإن هذا الأمر قد نشر منذ أيام قليلة، ونشر التهوين من الأمر وأنهم ماضون في ذلك، وأن هذا الانقطاع من السياح الرافضة الشيعة إنما كان منهم هم لأجل انشغالهم بأعيادهم الكفرية والعياذ بالله، التي سنتعرض لها كذلك من خلال أحاديثنا بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، غفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق حاكم البلاد إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق حاكم البلاد إلى ما تحبه وترضاه. اللهم سدده ورشده وقيد له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، وأبعد عنه البطانة الفاسدة. اللهم بدل حالنا إلى خير حال. اللهم بدل حالنا إلى خير حال. اللهم بدل حالنا إلى خير حال. اللهم اشرح لنا صدورنا وكفر عنا ذنوبنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.